إذا سألتني عن رأيي الصادق أقول لك والله أنا أتمنى للرجل أن يكون صادقا وأن يكون مهديا، لأنه يعني حديث كله فيه تناقض وأكاذيب. في حساسية عالية بيناتكم؟ ما في حساسية، أنا ما عندي حساسية نحو أي شخص مطلقا. طيب من جانبه؟ والله من جانبه هو طبعا يعني لأنه بيفترض أنه هو سيد العارفين، وأي شخص في الدنيا بيفترض أنه سيد العارفين لن يقبل أن يكون جنبه شخص له رأي. تقييمك له كمفكر؟ الصادق رجل يعني مأساوي، الشخصيات المأساوية في الرواية معروفة يعني. المأساوية جاية من أنه هو رجل درس كويس، عنده قدرة على التعبير، لكنه في نفس الوقت يعاني من صراع داخلي. أنا أسميت الصراع ده قبل كده بالصراع بين أكسفورد والجزيرة أبا. هو يريد أن يكون المهدي الجديد، مش ابن الصديق ولا حفيد سعد الرحمن، وإنما هو مهدي الله الجديد. لكنه في نفس الوقت هو راجل عايز يكون عصري. الصراع ده هو سبب مشاكله كلها. قبل كده سألت سيد الصادق عن علاقته بالدكتور حسن عبد الله الترابي. قال في مشكلة بتاعت كيمياء بيناتنا. انت والصادق برضو في مشكلة بتاعت كيمياء؟ لا، في مشكلة كيمياء ولا مشكلة فيزياء. كل اللي اتمناه انه بكل قدراته دي ان يكون صادقا.